المحتوى بقى خليت المحتوى ديال رشيد برياح وضفت عليه المحتوى ديالي انا، الاصفر فلوغات المواضيع الساعه، المهم كنشوف شي حاجه اللي خاص فيها نقاش كنديرها. المهم مشيت في هذا الاتجاه. ملي بغيت ندخل في هذا الاتجاه المره الثانيه، ملي نصحوني الاصدقاء والعائله انهم داروا شروط، من بين الشروط اولا خص يكون عندك تقريبا 1000 مشترك وتكون عندك 4000 ساعه باش كتدفع لك القناه. انا ما عمري كنت كنفكر في عدد المشتركين وداك الشيء. القناه دايره ما عرف من 2013، النهار اللي الاصدقاء بقى يقولوا لي خاصك دير وخاصك دير وخاصك دير، عاد كنتابع عدد المشتركين اللي عندي في القناه، لقيت في ذاك الوقت عندي 700 مشترك. المهم ولحد الان المشتركين باقي قليل، ما حتى 2000 مازال ما وصلت ليه، 1800 وقيله وشي حاجه. المهم بديت فعلا كان العمل شاق وشاق بزاف، لان تصور وهذا وزيد المونتاج، وبعض المرات بحال هوات يعني ماشي يجي الناس محترفين دير، حتى الناس كتبغي تعجبهم الصوره. وبديت في داكشي اللي عطى الله بالتليفون ديالي، صور هنا كذا كذا وغادي وكيجيب الله عدد المشتركين. وصلنا عندك 1000، ولكن بقات المشكل ديال 4000 ساعه. 4000 ساعه كيفاش دير تجيبها والمشاهدات قليله؟ يعني شحال خاصك ديال السوايع؟ راه بقيت فيها انا شي عام وزياده باش كمل داك 4000 ساعه. كان المجهود، كان المساعده من الاصدقاء من العائله، تما العائله ديال عاد ولات المسانده ديالها. يعني كيفاش المسانده ديالها؟ درتي الهدف ديالك بانك تطلع القناه ديالك وتنجحها وتوصل لذاك الشروط اللي طالبينها، كيقولوا لي غادي ديرها وغادي توصل وغادي تقدر تكمل داك الشروط. هذيك الألف ماشي مشكل، ولكن في 4000 ساعه غادي تكملها تكملها، لان هما كيطلبوا 4000 ساعه في ظرف عام. اما انا راه عندي هذيك 4000 ساعه من 2013 دابا على 4 المرات، اكثر من 16000 ساعه كانت انا عندي ديك الساعه، ولكن المجموع هما كيطلبوا 4000 ساعه في ظرف عام. المهم بقى داك كديرو حتى كتولي بلي، هذا اليوتيوب كيولي عندك بلي، خاصك تصور خاصك دير خاصك تمونطي خاصك هذا وتعاون هذا ويعاونك هذا. المهم كان واحد العمل شاق اللي حتى وصلت لواحد اللحظه الاحباط، طلع لي الدم، بغيت نستسلم صافي، شنو ندير؟ انا غتصدر راس واحد الحريق راس، ما عندي ما ندير بها الضغوطات دير 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 دير، وما عنديش الوقت بين الخدمه بين الراحه بين، ما عنديش الوقت لا باش نصور ولا باش ندير المباشر. يعني ملي كتوصل داك 1000 مشترك كيولي عندك الحق دير في المباشر خصوصا من التليفون. يعني ولا عندي واحد الضغط صافي، ولات كنلاشي، ما كنقول ما خليني في داكشي اللي بغيت انا، داكشي اللي عندي راه بارك عليا ما عندي من. ولكن الاصدقاء كيشجعوك، لا والو انت بغيتي تستسلم، واه الا كنعرفوك انت ماشي ديال الاستسلام هذا، المهم دير فعل كمل. فعلا بقيت المهم حتى مؤخرا قدرت 4000 ساعه وزياده، دخلت مزيان تفعلات القناه داك التفعيل الاول كيصيفطوا لك ديك الساعه. المهم من بعد كتولي حتى داك المراحل مشاو ليا من الراس ديالي، ما بقيتش كنتذكرو مزيان. تكمل داك 4000 ساعه كتمشي لقناه المراجعه، كيردوا عليك واش قبلوه ولا ما قبلوهش. ملي كيجيك الجواب ديال قبلوك، يعني تما كتفاعل وكيطلقوا لك الارباح. الارباح المهم كتكون الادسنس ديالك عمرتي قضيتي المسائل ديال كلشي. من بعد كتسنى توصل 10 ديال الدولار، ملي كتوصل 10 دولار كيصيفطوا لك هما هاد الكود التعريفي ديالك ديال الادسنس اللي بيه غادي تدخلو باش تبقى تدخل الاموال. ولكن قبل داك الفتره كيجي باش كتثبت الهويه ديالك، اللي انا في القناه ديالي تثبيت الهويه، ولات كدير بالبطاقه الشخصيه تصويره، راه كتصور لاكارت ديالك تصورها من اربعه الزوايا ديالها كاملين باينين وكتصيفطها باش يتبات الشخصيه او يتبات الهويه. انا درت بيرمي ديالي تقبلات، يعني في ظرف نهار، يعني في نفس النهار كيردوا لي، انا في نفس النهار ردوا لي انا صافي راه تقبلات هذا اثبات الهويه. من بعد فاش كتوصل داك 10 ديال الدولار كيصيفطوا لك، كيقول لك دابا حنا رسلنا لك هذا التعريف ديالك اللي دخلوا ديال الادسنس. انا صيفطوا لي نهار 27 شهر 8، وصلني تقريبا نهار 9، وصلنا انا البارح كندير الفيديو اليوم الجمعه اللي وصلنا. المهم شي 44 يوم بالضبط باش توصلت انا بالاخر. قبل ما كتوصل به
كانت لان كيف معروف حيدو كانوا كيصيفطوا الناس الفلوس ديالهم كل 28 يوم، الا وصلتي لحد الادنى ديال الارباح كيصيفطوهم ب ويسترن يونيون، دابا حيدوهم ولا بالكونت بونكير. المهم تقبل هذه العمليه كيقول لك فين بغي تصيفط لنا الريب ديالك. المهم كتدخل الكونت بونكير اللي غادي دير اليوم، ملي كتدخل كتكتب لهم الريب يعني الكونت ديالك كيصيفطوا لك المقدار مالي رمزي بسيط. انا صيفطوا لي تقريبا 2.31 دراهم فرانك، المهم هذا مولاي صيفطوا لي. المهم 2.31 دراهم هذه اللي جاتني، كتمشي تفتح داك الصفحه ديال الادسنس، تما واحد الخانه كتكليك عليها كيطلعوا لك بزاف ديال الارقام مكتوبين هذا، كتقلب على داك المقدار اللي صيفطوا لي كتلقاه تما. ملي كتلقاه كيكون بزاف الارقام، حتى كتلقى مثلا لقيت 2.31 كتكليك عليها كيردوا عليك يعني من بعد نهار يومين كل واحد. انا نظن يومين كيجيني بان فعلا صافي من اليوم غنبقى نصيفطوا لك الفلوس ديالك في هذا الكونت بونكير، يعني ساليت هذه القضيه هذه. كما قلت راه كياكدوها دابا، خاصك لا كارت ناسيونال او بيرمي او لا شي حاجه او الباسبور، المهم شي حاجه وتكون مصوره مزيان اللي كتاكد عليه الهويه ديالك، شي ولا مزير شي شويه. المهم سالينا هاد المرحله، دابا جات المرحله يعني واخا تدخل اللي دخلت راه ما تقدرش تخرج، خاصك هاد الرمز هذا. دابا وصلت القضيه ديال الرمز، عاد وصلني دابا، دابا عاد غادي ندخلو ونفعل بالادسنس ديالي باش الا كاين شي ربح مرحبا ديك الساعه. المهم من هادشي عاوتاني كامل، هي الربح راه ما كاينش. الناس اللي كيتسمع بان اليوتيوب كيدخل ارباح وهذا، بالنسبه لنا حنا لي انا او الناس اللي دايرين بحالي راه ما كاينش شي ارباح، شي حاجه اللي قليله وقليله بزاف. ولا بغيتي الارباح خاصك دير الحرام، واللي كيحترم راسو راه ما غاديش يمشي لذاك داك الاتجاه، يعني اللي دار الفضايح واللي دار الشوها واللي ما فهمتش انا كيفاش راه كيدخلوا الارباح وراه كنسمعوهم كيهضروا عليها وكيوريوها وكلشي، واللي دار شي حاجه معقوله ولا شي حاجه اللي محترمه اولا على الاقل ما فهمتش شي حاجه اللي عاديه مقبوله، نقولوا بهذا المعنى مقبول محترم ما كاينش. كاين الناس اللي عندهم محتوى نقي ومزيان وعندهم مشاهدات، عندهم الناس حتى الشهرة ديالهم والمجالات اللي كيخدموا فيها وكل حاجة، الناس ديال الطبخ، كاين القنوات المشهورة، كاين المعلوميات قنوات مشهورة، كل الفنانة هذا، كاين الناس محترمين، ولكن اللي ما عندوش تخصص اللي أنا مثلا عامة، لأن كنت كنسافر كنصور هذا غير المناطق هكا، ولكن حتى ملي جات كورونا حرمت علينا لا السفر ولا التحرك ولا الخارجات ولا، يعني الا رديتو البال اللي متبعيني الفئه القليله اللي متبعاني، يعني تقريبا شهر ثلاثه دابا راه صورت يمكن فيديو ولا جوج على برا الدار، الاغلبيه كنصور غير هنا في الدار، ما عنديش فين نخرج، ما كان تحرمنا من الخروج من البحر من الغابه من المهم السياحه عموما وصافي. يعني الا كاين شي محتوى كنا كنهضروا اغلبيه على كورونا ولا شي حاجه غير في الدار، من الدار كدير فيديو تمونطي وداكشي، ولكن كيف كنقول المشاهدات قليله اذا الارباح قليله ما فهمتش. حاجه ثانيه يعني انا كما كنقول عندي شلاضه في القناه، يعني الواحد غادي يحير واش انا نتفرج في اغاني بالرياح ولا نتفرج في السيمو ولا نتفرج في مني كي يتقلق على الوضعيه ويهضر ولا كل حاجه، ولكن انا هي هذه منوعات سيمو هادشي اللي كاين حاليا، ربما تطور فكره ندير شي حاجه ما عرفتش.